انا ببقى مبسوط بشكل شخصي بامانه لما بتكون معايا او لما اكون انا معاك. يعني انت احد النجوم او هداف النادي الاهلي طبعا، فليك باع طويل في الكره المصريه ومع النادي الاهلي، ف رايك كيف اللي بيحصل؟ والله بص، تعالى ناخد الموضوع كده يعني من اوله ونشوف مدى تاثير القضيه دي على النادي الاهلي، ومدى تاثيرها ايضا على الدوري العام، ومدى تاثيرها على منتخب مصر. انت لازم تمسك الخيط من اوله عشان تعرف الاضرار اللي بتلحق على كل الناس او حتى المنافع. تمام، خلينا نتكلم في البدايه، مش بس عشان انا لعيب في النادي الاهلي وكنت كابتن النادي الاهلي، ولكن خلينا نتكلم في البدايه. انت بتتكلم على تطوير مستقبل الكره في مصر. عشان تطور مستقبل الكره في مصر، اذا انت محتاج دوري قوي منتظم، تمام، لعيبه بتاخد راحات، لعيبه بتدفع فيها ملايين كبيره جدا قد تصل الى المليارات فيما بعد. تمام، يعني انت الموسم القادم ممكن يبقى عندك صفقات او عندك حجم اللعيبه، الفاليو بتاع اللعيبه اللي موجوده عندك تسوى مليارات، فانت بتتكلم في قيمه كبيره جدا للعيبه اللي موجوده عندك. اذا كل نادي محتاج انه يحافظ على اللعيبه اللي موجوده عنده. تمام، خلينا نتكلم على الدوري العام الاول وبعدين نتكلم على الانديه. الدوري العام المصري عشان يبقى دوري قوي محترم لازم تكون اللعيبه بتأدي بشكل جيد، لازم تكون اللعيبه الكواليتي بتاعتها عاليه، لازم عشان اللعيبه تبقى الكواليتي بتاعتها عاليه لازم يبقى في تنظيم لبطوله الدوري العام، يبقى في تنظيم للجدول، اللعيبه عارف هيلعب امتى، هينام امتى، هياكل امتى، هياخد اجازه امتى. هياخد اجازه امتى؟ اللي بيحصل في كره القدم المصريه ده بقاله 3 4 سنين، يعني سبيشالي كده مع النادي الاهلي، انك ما بتاخدش اجازات بقالك 3 4 سنين، فبالتالي كم تراكم الاصابات الغير طبيعيه واللي ما بيستفدش منها المنتخب على الصعيد الاخر الاكبر. صح. فده يعني الفايده ما بترجعش على المنتخب وما بترجعش بالتالي على النادي. انت النادي الاهلي بتفقد قيمه كبيره جدا من قيمه اللعيبه اللي موجوده عندك بكثره الاصابات، معرض ان لعيب اصابه ورا الثانيه ورا الثالثه مستوى يقل، فبالتالي يفقد القيمه الماديه بتاعته. لعيب المنتخب المصري بيفقد قيمه اللعيب لانه مش متواجد من كتر المباريات اللي بيلعبها وتلاحم المواسم اللي بيلعب فيها اللعيب المصري. عشان كده بقول لك الاول تنظيم بطوله الدوري العام بشكل جيد، الراحات اللي بياخدها. عمرك شفت فريق في يعني دوري في العالم اللعيب ما بياخدش راحه متكامله او راحه كامله نهايه السيزون؟ استحاله. الدوري الانجليزي خلص خلاص، الدوري الاسباني بيخلص ده خلصان من 12/5، اللعيبه هتاخد وقت قد ايه راحه؟ هتاخد راحه كبيره جدا، راحه سلبيه، يعني يستجم، يجري، يتمشى. تمام، مش هيقعد في البيت يا كابتن بلال، ثلاث شهور بس بيتخللوا، ما عندك شهر ونص او شهرين. هو بياخد اللعيب شهر 30 يوم راحه وبيبتدي يعمل فتره. انت فين من الكلام ده؟ فين انت كبطوله او كتنظيم لبطوله الدوري العام اللي موجود عندك او للبطولات اللي موجوده عندك اللي فيها تلاحم مستمر بقالك 3 4 مواسم، وكل موسم هو موسم استثنائي بالنسبه للكره المصريه. يعني احنا قاعدين على الموسم الاستثنائي بالنسبه للكره المصريه بقالنا 3 4 مواسم. ده بيقلل من قيمه اللعيب، لانه خلاص انت لعيب بتلعب موسم الثاني تقدر، لكن الثالث اكيد هتهلك اكيد. عشان كده انت احنا اللعيبه بتاعتنا 30 سنه بنبتدي يقول اللعيب ده هيبطل امتى، السنه الجايه ولا اللي بعدها. تمام، بتيجي تحسبها ازاي والاصابات بتكتر؟ ما هو هيبطل امتى؟ استهلاك اوفر ستريس على لعيب، اصابات كتيره جدا، بعد عن الملعب بشكل سلبي مش ايجابي. تمام، فبالتالي فرصه انه يبطل بدري، فرصه انك تفقد قيمته كلاعب موجوده بشكل كبير جدا.